أسأل الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم أنا اليوم في هذا البث المباشر من بلدية قنيطرة. كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل، أجواء حماسية في هذه اللحظات بين الفريق النادي القنيطري والنادي ديالو أو تزنيت. كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب، إذن دائما معكم في هذه الأجواء حماسية، أجواء رائعة في هذا الأثناء متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. إذن المباراة بدأت حوالي 10 دقائق باش بدات المباراة. إذن كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب، دائما معكم عبر قناتكم شوف تيفي سبور. إذن أجواء حماسية ورائعة في هذا الملعب البلدي بمدينة القنيطرة. إذن نتمنى من جميع المتابعين أفضل متابعين قناة الشباب أنكم تبارتاجيو فضلا وليس أمرا. إذن كيفما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات، رغم ان الرياح قويه لكن جمهور دائما جمهور حاضر قوه، جمهور القنيطري ايضا جمهور تيزنيت. تحيه للرجال الامن كيفما كتلاحظوا، ايضا الوقايه المدنيه اللي كتواجد الان، كذلك رجال السلطه الان كيتواجدوا في هذه اللحظات متابعين الافاضل. حنا الان في الجناح ديال الخاص بالتيزنيت، اذا كيفما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشاب. إذن كنتمنى من جميع المتابعين الأفاضل أنكم تبارتاجيو فضلا وليس أمرا. إذن كيفما قلنا في السابق فأجواء حماسية ورائعة في هذا الملعب الجميل، ملعب بلدية قنيطرة. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي. إذا كيفما كتلاحظوا معنا أجواء أكثر من رائعة، أجواء حماسية في هذا الملعب. إذا كيفما قلت لكم المباراة بدأت وكنتمنى إن شاء الله الفوز للجميع إن شاء الله. كذلك اللون الابيض والاخضر لحلال بويس كيفما كتشاهدوا معنا، واحد العمليه كيقوموا بها الان كيفما كتلاحظوا معنا، عمليه جميله، عمليه روعه كيفما كتلاحظوا، رساله عبر الجمهور كيفما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه شوف تيفي سبورت. ومرحبا مره اخرى كل من التحق بنا في هذا البث. إذن دائما معكم، إذن كيفما كتشاهدوا معنا رسالة اللي قامت بها حلال بويس. إذن كيفما كتلاحظوا إذن المباراة عندها 16 دقيقة على المباراة. إذن رسالة إذن كيفما قلت لكم في السابق فأجواء حماسية. إذن كيفما كتلاحظوا فالجمهور فهو كيقوم بعمليه أو كتابة بالجمهور غزة. إذن كيفما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل كيفما كتشاهدوا معنا رسالة ديال حلال بويس كيكتبوا لها غزة، منظر رائع وجميل جدا كيفما كتلاحظوا غزة. إذا العاء زين والتاء مربوطة كما كتلاحظوا عبر الجمهور، جمهور حلال بويس اللي من خلاله غيوصل رسالة للشعب الفلسطيني. إذا كيفما كتلاحظوا معنا
75 افاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب. الرمز هو غزه، منظر صراحه روعه وكيبورش اللحم صراحه. رغم ان الرياح قويه كيف ما كتعرفها البلاد ديالنا، لكن كيلعبوا في هذه الاجواء، اجواء رائعه. وفي هذه الاثناء كاينه رياح قويه، لأن دائما معكم عبر مباشر من قناتكم قناة شوف تيفي. إذا كيف ما كتلاحظوا الجمهور حاضر كيف ما تعودنا عليه دائما. هدف صالح نادي القنيطري. ضربت الجزاء كيف ما كتلاحظوا معنا، يحاول الجمهور او عفوا لاعبين نادي القنيطري انهم يسجلوا في بدايه المباراه كيف ما كتلاحظوا معنا. وتحيه لرئيس النادي القنيطري حكيم دومو اللي كنشوفوا ان كاين واحد العمليه ديال في القاعه ديال او عفوا في المدرجات ديال النادي القنيطري، ان كاين واحد كما كنقولوا ديكور او التصليحات جديده. رغم انه اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين، وتحيه لرجال الامن كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله عليهم حاضرين بقوه. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا، اذا دائما معكم عبر المباشر. كيف ما كتلاحظوا معنا دائما معكم عبر المباشر. تحيه للسيد العميد الشرطه ديكنات اللي كيتواجد في هذه اللحظات على اشراف العمليه باش الحمد لله ديال العمليه ديال التنظيم. الحمد لله كتتم من خلال ديالو انه كتتم بعمليه جد رائعه وجد ممتازه، والجمهور الحمد لله كامل مرتاح كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا دائما معكم عبر المباشر من خلال قناتكم قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا اجواء رائعه وحماسيه في هذا الملعب البلدي، ملعب بلديه قنيطرة. دائما كنوجهوا تحيه كبيره لرجال الامن كيف ما كتشاهدوا معنا اللي كتشوفوا عمليه التنظيم، هي عمليه جميله وكيف ما كتلاحظوا جميع الاماكن موفره لجميع الجمهور كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي. ايضا ما نساوش قوات المسلحه الملكيه اللي حضرت هي بالدور ديالها كيف ما كتلاحظوا، ورجال الوقايه الميدانيه اللي حاضرين. العميد الممتاز السيد كيكنات اللي كيشرف على هذه العمليه كيف ما كتلاحظوا معنا، ورجال الامن. لان كيف ما قلت لكم السابق فالاجواء رائعه وكيف ما كتشاهدوا معنا واحد المنظر رائع ديال اللي كتبوا الجمهور ديال غزه كيف ما كتشاهدوا معنا. كنشوفوا انه الجمهور كامل طلع للفوق وخلى مجموعه ديال قويه في هذه اللحظات. كنحاول اننا نرفع الصوت ديالي باش
الصوت على الاقل يتوصل. اذا كيف ما كانت هذه العمليه ها زين تاء مربوطه اي غزه. إذن كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتسمعوا معنا، اللهم صل عليك يا رسول الله، جمهور نادي القناة تيفي اللي كيصلي على النبي كيف ما كتشاهدوا معنا. كل الأعصاب ديالو إذن كل الأعصاب ديالو في هذه اللحظات ينتظروا الهدف. إذن دائما معكم عبر قناتكم قناة شوف تيفي قناة الشعب في هذا البث المباشر من قلب ملعب نادي القنيطري وملعب بلدية القنيطرة. إذن مرة أخرى كنقول تحية رجال الأمن صراحة اللي ساهمين على هذه العملية، تحية لهم صراحة تبارك الله عليهم قائمين بالواجب، وتحية لكل المساهمة في تنظيم هذه العملية وهذا العرس الكروي كيف ما كتلاحظوا معنا اليوم المباراة ديال نادي القنيطري ضد تيزنيت، وكيف ما كتشاهدوا غنمشيو عند الجمهور تيزنيت كيف ما كتلاحظوا الحاضر فهو دائما معكم عبر عبر مباشر. لأن كيف ما قلنا لكم أجواء حماسية. إذن دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل متابعين قناتكم قناة شوف تيفي قناة الشعب وقناة شوف تيفي سبور. إذن مازال المباراة إذن مر المباراة 23 دقيقة الشوط الأول الآن في الشوط الأول كما قلت لكم السابق فرياح قوية الآن إذن كيف ما كتشاهدوا لأن كيف ما قلت لكم الرياح قوية في هذه الأثناء.
صورة ديال جمهور النادي القنيطري غزة. إذن فريق النادي القنيطري كينتظر الهدف، وأيضا فريق تيزنيت تو كينتظر الهدف. هاد الساعة مازال 0-0. إذن كيف ما كتلاحظوا أجواء حماسية في هذا الملعب، ملعب بلدية قنيطرة. الآن مباراة عندها 27 دقيقة مر عليها، مباراة بين النادي القنيطري هو تيزنيت. إذن كما كتشاهدوا الحكم على ضرب الخطأ كما اعتقد كيف ما كتشاهدوا. كيفما كتشاهدوا معنا الجلسة الشرفية Thank you.
اللاعب رقم 8 ديال النادي القنيطري ان الطالب كيتسحق. كيفما كتلاحظوا معنا من بين افراد اصابه اللاعب رقم 8 ديال النادي القنيطري مرة على المباراة 31 دقيقة كما قلت لكم رياح قوية لأن جمهور حاضر بقوة كيشاهدوا معنا الافراد ديال متابعين قناة إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افراد ديال متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب دائما معكم عبر مباشر دون كيف ما قلت لكم السابق فأجواء حماسية فهي فادي دون كيف ما كتلاحظوا معنا في ملعب بريدس القنيطرة أجواء
معنا. رياح قوية مازال هذا الرياح، نحاول نتلعب معنا بالكاميرا. كتشوفوا كيف ما كتلعبوا معنا بعض لقطات من المباراة. نادي الكونتري هو ضد تيزنيت، نادي تيزنيت. كيف ما كتلاحظوا أجواء أكثر من حماسية في هذه اللحظات. إذن مازال مباراة 0-0 بعد مرور 36 دقيقة على المباراة الشوط الأول. يكون هدف لكن لأن الجمهور حيا لا بويس. نتمنى من جميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي وشوف تيفي سبور انكم تبارتاجيو فضلا وليس امرا. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي في هذه الاجواء الحماسيه، جمهور نادي القنيطري وجمهور جمهور تيزنيت في هذه اللحظات. اذن دائما معكم عبر المباشر. طبعا هذه المباراة دائما واحد ربح واحد خاسر. كنشوفو you
لان الكره مشتاقه للجمهور. كان الشوط الاول فات فيه 40 دقيقه 0 لميتلي فريق نادي اوكرانيا وفريق تيزنيت. جوج دقائق بدون وقت ضائع للشوط الاول، اذا 43 دقيقه بقى جوج دقائق باش تكمل المباراه، من بعد غيكون وقت ضائع ليكون فيها واحد. من بعد غادي يعلنوا على الوقت كم هو كم ديال الوقت ضائع، اما 5 دقائق او 6 دقائق على ما اعتقد. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا
دائما لان دائما معكم عبر المباشر عبر قناه شفت في سبور. فهاد اللحظات كنشوفوا ان الحكم كان على خطا او كنشوف تعليقات مجموعه ديال التعليقات المتابعين الافاضل المتابعين قناه شفت في تحية الجلال، تحية لكل المتابعين اللي التحقوا بنا. جنة الآن يلعبوا على الوقت الضائع، يلعبوا في الوقت الضائع عفوا. كما قلنا لكم أجواء حماسية فملعب ملعب قنيطرة كيفما كتلاحظوا معنا إصابة لاعب ديال نادي قنيطري مرة أخرى أعلن الحكم على نهاية الشوط الأول من المباراة نادي قنيطري و تيزنيس نادي تيزنيس. إذن 0-0 متابعين أفاضل مبقى نقول لكم دمتم في رعاية الله وحسن، نتلاقاو بث آخر إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.